السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم سنة رابعة في درس جديد وهو جمال أرضنا. هنبدأ مع بعض الوحدة الثانية وكله يركز معايا. من أصعب الدروس الناس فاكرة كده، لكن لما هنسمع الفيديو هنعرف إن ده درس سهل جدا بس فيه تعريفات كتيرة. الجبال والهضاب والتلال والجزيرة والسهول الفيضية والسهول الساحلية. هنقسم الدرس على 3 أجزاء، كل جزء هناخد فيه طبعا 4 تعريفات، والأربع تعريفات دول هتلاقيهم سهلين جدا. ما نذاكرش الدرس مرة واحدة عشان ما تلاقيش الموضوع بقى صعب عليك. وبسم الله نبدأ مع بعض كده. ولازم نبقى عارفين ان في ارضنا اشكال كتيرة. يعني يا مستر، هل وانت ماشي في الشارع بتلاقي الارض مستوية ولا بتلاقي حفر؟ اكيد بتلاقي رصيف، بتعدي كوبري، كل ده اللي احنا بنشوفه في الواقع. ولو مشينا في مصر هنلاقي فيها مرتفعات وفيها منخفضات وفيها سهول، وده اللي هنتكلم مع بعض في خريطة مصر. اولا في خريطة مصر ليها مستويات. يعني ليها مستويات؟ قال لك خريطة المستويات بتعرفك لون كل حاجة. يعني مثلا لما الاقي هنا جبل، تمام، او الاقي هنا جبل، قال لك ان الجبال بتلون باللون البني الغامق. البني ايه؟ الغامق. طب يا استاذ في حاجة اصغر من الجبل شوية بس مرتفعة اسمها تلال او هضاب، دي بتتلون بالبني الفاتح. يبقى كده نكتب مع بعض، انا عايز كله يركز معايا. عندي البني هو لون المرتفعات، تمام. طيب في الوان تانية في الخريطة؟ لسه في الوان كتيرة. لو قال لك صح وغلط كل الخريطة بلون واحد، طبعا الاجابة غلط. عندك سواء بحر او نهر، بحيرة، محيط، كل اللي انت هتشوفه لونه طبعا هيبقى لونه ازرق، اللي هي المية اللي بنشوفها اسمها مسطحات مائية. طبعا احنا ما عندناش محيط، احنا عندنا نهر النيل، عندنا بحيرة ناصر، وعندنا بحرين متوسط واحمر. يبقى حضرتك اول ما تشوف البحار او البحيرات هتلاقيها باللون الازرق. طيب نكمل كلامنا. ايه يا مستر رقم 3؟ قال لك رقم 3 المنخفضات والسهول. السهول يعني سهل تمشي عليها، ارض مستويه، وده بنشوف فيها اشجار، والاشجار لونها اخضر اسمها سهول فيضيه. وهنعرف ان كلمه سهول عموما يعني ارض مستويه، يبقى السهول بتلون باللون الاخضر. طب يا استاذ ايه المنخفضات؟ ارض نازله لتحت اكتر من 100 متر لتحت. قال لك بنسميها ما دام نازله قوي زي ما طالعه قوي بني غامق، لو نازله قوي بني ولا اخضر؟ لا اخضر غامق. يبقى انا عندي هنا المنخفضات بتلون بالايه؟ بالاخضر الغامق. عشان نقدر نعرف الدرس ده كويس ونفهمه لازم تجيب ورقه وقلم وتركز معايا في كل كلمه وتعرف معايا كده. اول حاجه الالوان، بني مرتفعات، اخضر منخفضات، وكمان عندنا اخر حاجة بحار واللون الازرق. نبدأ بالمرتفعات، وده اول جزء عندنا منهج سنة رابعة. معاكم مستر اسامة محمود. كل يركز، ولو اول مرة تسمعنا ما تنساش تعمل شير للقناة وتقول لكل اصحابك، لان الدرس ده مهم جدا وده بداية امتحانات شهر نوفمبر. فركز معايا. اولا كده نبتدي بالجبال. الجبال هتبقى عاملة بالشكل ده كده. قال لك تعريف الجبال هي عبارة عن أرض شديدة الارتفاع. تخيل بتطلع صخور لمدة كبيرة جدا لحد ما توصل للنهاية، بس النهاية ليها قمة. القمة دي عاملة زي انحناء،